يمكن البنت دي مش مظبوطه اساسا وجايه ترمي بلاها على صالح. بتقولي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ احنا هنضحك على بعض. انت ما شفتيش اول ما احسان طلعت المحفظه وقف اخوك يهرتل بالكلام ويدافع عن نفسه عامل زي ما يكون حرامي ومسكوه. ايوه ماشي، بس يعني لو طلع كلام البنت دي صحيح احنا هنتصرف ازاي بقى ولا هنعمل ايه؟ والله بقى مضطر، بدل ما تقعد تسوق سمعتنا في شارع عبد العزيز كله وسمعتك انت بالذات، مضطر اتجوزها له. انت بتقولي هاله دي تبقى مرات اخويا انا؟ عندك حل تاني قولهولي لحسن انا خلاص عقلي قرب يشك مني. مساء الخير. قول صباح الخير. هنبتدي بقى. شوفي يا بنت الناس، والله انا جاي من بره دماغي لذيذه كده ورايق ومش عايز بقى رغي كتير والكلام بتاعكم ده. دماغك لذيذه؟ انت صنف جنسي ملتك ايه؟ عايز افهم، فهمني. ده من امه ارتكب جريمه لليلادي. جريمه وعلى يا حاج؟ روق انت بس. ويا سيدي عشان ما تقولش ان انا بقى برد عليك ولساني طويل وبرغي كتير، انا هسكت خالص. الله يخرب بيت شياطينك، الله يخرب بيت شياطينك يا ابني. فهمني اعمل ايه في المصيبه اللي انت جبتها لنا دي؟ برضه. طب اقول لك على حاجه حلوه، انا هخش اوضتي كده دقيقه واجي لك على طول. السلام عليكم. عم الحاج سامع كلام الواد بيتكلم كده ليه؟ معلش عشان خاطري. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم الحلاوه اللي انت فيها دي؟ انا قلتها كلمه وعمر نظرتي فيك ما هتخيب. انت عارف وقفتك معايا دي عمري ما هنساها لك، وهردها لك وهتقول قنديل البارودي قال يا لعبه الايام وانا ورحمه ابويا يا معلم عمري ما هسيبك الا لو انت قلتها. مش عايزك يضغر من وشي. مقهور من وشي؟ ده انا اتخرس قبل ما اقولها لك. بس بقول لك ايه، بلاش حكايه ورحمه ابويا دي، بقلق منها قوي. ربنا ما يجيب قلق لما زيزو يحلف بالغالي يبقى لازم تصدق. ها اخبار العرض المخصوص ايه؟ هيقول مخصوص؟ هيقول ده بقول اولان. انا سايب المعرض بره مولع طالبين 20 حته، غير ان السوق لسه عايز كمان وكمان وكمان. وانا ايه بقى؟ متكل عليك يا حلو يا اسمر. سيبتي ولا تخشي ولا مش عارف ايه؟ انا جيت لكم في ايه؟ ايه ده؟ ايه انت اللي في ايه؟ ايه الشنطه دي؟ هقول لك، بس خلينا الاول في موضوع البنت اللي اسمها هلا دي. يا بابا البنت دي اصلا مش مظبوطه، وانا واخدها زي ما هي كده، وما عنديش استعداد اصلح غلطه حد غيري. ما تروحش بقى هي تبلي نفسها فين ولا مع مين وتيجي تلبسهاني. الله يخرب بيت شياطينك. فهمني، انت ايه علاقتك بالبنت دي؟ ما انا بحكي فيها يا عم الحاج من الصبح، بس انا واخدها زي ما هي كده مبليه يعني. ما تحترم نفسك كده وتتكلم كويس. بس يا بنت انت مبليه ولا مش مبليه؟ انت مالك ومالها يا ابني يا حبيبي؟ لا ابوك بتاع الكلام ده ولا حد من عيلتك له في الكلام ده خالص. ليه عايز تسوق سمعتنا؟ يا عم اديني سايب لك بيتك النضيف دوت عشان تستريح من وساختي وما تشوفش وشي تاني. سلام عليكم. استنى يا بليه يا مصيبه انت. فهمني اعمل ايه مع الست دي؟ ولا اي حاجه خالص يا ابويا، سيبهم يخبطوا راسهم في الحيط. بابا انا عارف ان انت ماشي في الكلام ده، بس اسمع مني، مش هيقتلوا حاجه. ويا عم عشان تستريح خالص انا كده كده ماشي وسايبها لك مخدره، مسافر ومش راجع تاني. انا خدت الباسبور والتذكره. شوفوا وشكوا بخير. صالح لبنى الحين بدأ السكر، انا حاسس خلاص هيقوم عليا بقى.